للمزيد حول جهود المبادرة الرئاسية للقضاء على قوام الانتظار بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد عاصم خرشد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد. برحب بيك يا دكتور محمد، وكل سنة وحضرتك بألف خير. بألف خير. مساء الخير أستاذة خلود، ومساء الخير على جميع السادة المشاهدين. المبادرة الرئاسية القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الحرجة، يعني النجاحات اللي حققتها منذ انطلاقها 2018 وحتى الآن، خلينا نتكلم عن يعني أهمية المبادرة دي وقد إيه إن هي يعني فعلا زادت عدد كبير جدا. في حضرتك قلتي 1,600,000 عملية اتعملت، وكان وعدنا بيها في خامة الرئيس إن مفيش حد محتاج خدمة طبية مش هياخدها على طول. ويمكن خلينا نقول إن مفيش حاجة اسمها إرشاد إنفاق الصحة، بالعكس إحنا مفيش أي مبادرة وقفت ومفيش أي حاجة تيجي على الصحة، وكانت خامة الرئيس مهتم جدا بلف الصحة وإن هو يقرب كمان الخدمات للمواطنين ما يحتاجوش يدفعوا المسافات. فما بال مبادرة كبيرة زي دي، ويمكن في خامة الرئيس اتكلمنا ان مفيش حد محتاج عمليه هيتاخر اكثر من 2 أو 3 أسابيع، ممكن لو بصينا على دول العالم كلها في عمليات بتاخر بال6 شهور وال7 شهور على بال ما يجي دوره. لا احنا الوضع عندنا في القصه دي اختلف تماما في الفتره اللي فاتت، ان كل المستشفيات دلوقتي محطوطه على شبكه ومعروف كل مستشفى متخصصه في ايه، وعلى طول المريض ده بيقدم التقارير بتاعته بيبدا يتحول على المستشفى اللي هي يعني متخصصه في الاجراء اللي هيتعمل له. يمكن بس من اول يناير لحد دلوقتي في حوالي 90,000 اتصال من المرضى على خط الساخن 1,600 زي ما حضرتك قلت. ولو احنا اتكلمنا عن العمليات اللي بتتعمل، مش عمليات او اجراءات يعني جايه العاديه بس، لا ده كمان الحاجات الكبيره زي زراعه الكبد، زي استئصال الاورام، زي الاساطر القلبيه، الحاجات اللي هو ما ينفعش تستنى. فلا طبعا هي ما لازالت طبعا شغاله وشغاله كويس جدا، والمريض بيتوجه على طول الاجراء الاجراء المطلوب منه خلال 2 أسابيع إلى 3 أسابيع. يمكن كمان بعد ما بيخلص الاجراء اللي بيتعمل بيتابعه طبعا اللي بيتحول على المستشفى اللي هتتابع معاه العمليه اللي اتعملت او حالته الصحيه. يمكن برضه خلينا نقول ان احنا خلال مثلا يناير حوالي 26,500 مريض بيتابع بعد عمليات اجروها، العمليات الكبيره اللي احنا قلنا عليها ده طبيعي. طبعا لا بس صح الكلام ده طبعا والدنيا شغاله. احنا بنقول يا دكتور محمد انه 1,621,000 عمليه جراحيه منذ عام 2018 حتى الان، منذ انطلاقها في يوليو 2018 ولحد دلوقتي، هل هذا الرقم كان المستهدف؟ هل يعني عايزين تستهدفوا اكتر من كده؟ يعني هذا الرقم دلالته ايه؟ والله فخامة الرئيس كان واضح جدا في كلمته، قال ما فيش حد هيحتاج اجراء طبي هيتاخر. فاحنا المبادرات اللي بتتعمل كلها دي معموله لخدمه المواطنين، خدمه 105 مليون مواطن موجودين في مصر، مش رقم بنستهدفه، بالعكس ده هو كل اللي هيحتاج اجراء معين على طول بيبعت. ده اللي موجود يعني يا دكتور، هو ده اللي كان موجود، يا اما هي الويب سايت، يا اما هيتكلم في الخط الساخن، او بيتحول الدكتور اللي متابعه في وحده الرعايه الاوليه او في المستشفى اللي بتتابع بيه على طول، هو هيدخله على السيستم بتاع ارهاق قوام الانتظار وبيدخله بياناته برضه بيتحول على المكان اللي هيعمل الاجراء. انما لا هي معموله لخدمه المواطنين كلهم، واي حد هيحتاج الجراحه دي على طول يقدم ورقه، يعني هو على طول هيكلموه ويوجهوه للمستشفى المطلوب. احنا بنقول يا دكتور محمد انه هذه العمليات الجراحيه بتجرى مجانا. بالظبط بالظبط. تمام، انا بشكر حضرتك دكتور محمد عاصم خرشد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، بشكرك يا فندم على كل هذه التفاصيل.